السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما كديت عمو يا ما يعني الوقت نخد الدرة بس من وقتي بس أنا عديت الألف وبس أنا عديت المئة ألف بس نخد الدرة إن شاء الله يعمل دي فيديو ويعمل حفلة مناخ. وشوفت يا معا السلاسل دي سلاسل قنابات دخل فخر النبى من جوه فخر النبى بس يا معا دي أطول جامدة وانت استعملت الكلبة وشدها كلبي جامد ولا زي غضب كده يكبر هي عد قلت يا معا فخر النبى السادة دي وفي دي اهم السادة ودي قلتي دي تخيلوا بقى ودي اللي كنا تعرفين طبعا كنت اخده منها اللي كنا نشتغل بيه بس سلاسل تخيلوا هاي يا جماعه تفضل تعمل ازاي سلاسل عادي وده حزام دار باللون احمر عايز لون احمر ده حزام دار مستر انت عايزين لون كحلي من اسمر من احمر من غير الالوان دي بس وفيها مع دول حزام دار بس للكلاب الصغيره الكحلي ده اللايك على ده اهو على ده مع ده على ده يا جماعه وده على الاسمر الاثنين شكل بعض يعجبين الشكل زي بعض عشان وفي حزام احمر هنا لا انا كنت اول كنت صغير التوشة يا جماعة رغتين عده من وقت انا كبير وكمامات يا جماعة وكمامات جلد كمامات جلد فرش احلى من التانية كمان اهي دي زي التانية بالظبط زي انت قولنا احنا قايلين يا جماعة قايلين اللي يشتري يلحم دي فرشة سلك تشيل قراد من الكلب احلى من التانية دي فرشة سلك شيلوا جواب من الكلب وده احلى من الكلب مع ان انتوا عايزين السنان دي يطلع جح انت روح للحام وقول له حمينا دي السنان دي كده اهو الحمام اللي عامله كده اهو ودي خليه يعمل لك دي الحام دي يعمل لك دي الحام زي فرشة زي وريلكوا واحدة زي كنت مسترح بيها اللي بيطلع بيها بص يا جماعة زي دي كده زي دي مع وكل دي بص الجوارع بصي الجوارع اللي جراهم يعني صغير فتح كده اهو فتحها سهل وقفلها سهل بس يا جماعة دول احنا عندنا اي حاجة انت عايزها عندنا منها انت عايز عندنا اي حاجة انت عايزها كلاب صغيرة سلاسل كلاب صغيرة اهم سلاسل كلاب صغيرة عندنا جميع صغيرات الكلاب وباي وانسى مش كده كلها فيجاس وانسى من اللايك ما انا عاملين خريطات عشان الكلاب اللي عندنا أرخص أسعار رباعي وعكس الأشكال كلها غير الجاز وهنسميه لايك السلام عليكم واللايك هو حد ينساه باي.